شارك وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين مساء اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي تأتي ضمن أعمال الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، حيث تمت مناقشة موضوع التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل ودور البرلمانات، بالإضافة إلى طرح الإجراءات اللازم اتخاذها كبرلمانيين للتخفيف من أثار الوباء على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتبادل الخبرات حول كيفية تعامل البرلمانيين مع التحديات واستخلاص الدروس ذات الاهتمام المشترك. للحديث أكثر عن ما جاء بالاجتماع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الله الذوادي عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك. بعد التحية سعادة النائب، لو تحدثنا عن أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا أتت مشاركتنا اليوم مع وفد الشعب البرلمانية بمملكة البحرين في اجتماع اللجنة المختصة الدائمة لحقوق الإنسان. نعم. أي نعم، والتي طبعا تأتي هي ضمن أعمال الجمعية العامة اللي هو الاتحاد البرلماني الدولي 142. طبعا تمت مناقشة الموضوعات في هذه اللجنة، وهو كما ذكرتم التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل ودور البرلمانات في هذه المواضيع. طبعا من هذا المنطلق وتماشيا مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 والتي ألقت بظلالها على سير الحياة في مختلف المجالات، وتزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها مملكة البحرين، عمد مجلس النواب إلى عقد الجلسات الاعتيادية عن بعد. نعم. ويأتي تنفيذ آلية عقد الجلسات النيابية عن بعد دعما للجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا COVID-19 والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتزامنا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وفي ذات الوقت حرصنا على استمرار عمل مجلس النواب بانتظام، حيث ساهم مجلس النواب بمملكة البحرين بإقرار العديد من المقترحات والقوانين التي ساعدت الحكومة الموقرة في إجراءاتها للتصدي للجائحة، منها قانون التطوع للأمن العام وقانون دعم القطاع الخاص وقوانين ومقترحات برقبة عديدة في هذا الشأن. وقد أسهمنا نحن كبرلمانيين في مملكة البحرين أيضا بالتواصل المستمر مع المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم. لاستطلاع رأيهم ومقترحاتهم. نعم. نعم سعادة نائب، هذه هي جهود مجلس النواب أو مجلس الشورى خلال الجائحة، ولكن من خلال هذا المؤتمر وهذا الاجتماع هل خرجتم بتوصيات حول هذا؟ نعم. الشأن؟ نعم طبعا معظم الدول المشاركة في هذه اللجنة سردت وذكرت إسهاماتها في الاستجابة لكوفيد-19، ولكن مملكة البحرين عرضت تجربتها، وهي تجربة طبعا تم الإشادة بها على كيفية يعني تقليل من الأضرار سواء كان على القطاع الخاص أو على المقيمين أو المواطنين بشتى المجالات. وتم أخذ بالتوصية ليحتذى بنموذج البحرين في هذه الجائحة كنموذج احتذى به في التصدي لجائحة كورونا. نعم سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.